تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رح نكمل سادس محاضرة فيسيو. طبعا بلشنا المرة الماضية نحكي على العضلات، وحكينا الميوفيبريل اللي هي الوحدة البنائية للعضلة من شو بتتكون، وحكينا شوية عن الخيوط البروتينية. اليوم يعني رح نكمل ونحكي بتفاصيل أكثر. أوكي، المرة الماضية حكينا أسماء الستركتشرز تاعت الانترنال ستركتشرز تبعت أي مسل فايبر، وقلنا انه البلازما ممبرين تبعت، هلا تطلع بس شغله صغيره، هلا الخليه العضليه اللي هي المسل سيل او المسل فايبر نفس الاشي، يعني انا احكي فايبر او سيل بالعضلات فانا بقصد نفس الاشي. تمام، فالغشاء تبعها سواء بحكي، هلا المفروض احكي بلازما ممبرين صح، ولكن كوني بحكي عن عضلات اتفقنا نحكي ساركولمما. والسيتوبلازم قلنا اسمه ساركوبلازم، وقلنا الوحدة البنائية شو سميناها؟ الميوفيبريل. تمام، واتفقنا انه الساركوليما اللي هو البلازما ممبرين بيكون فيه انفاجينيشنز، زي يعني هيك انحناءات داخلة لنص الخلية ورجعة طلعت. تمام، وقلنا هاي الانحناءات بحكي عنها الترانسفيرس تيوبيولز اللي هي التي تيوبيولز، وقلنا بيكون حواليها يعني هذا الانحناء هو داخل وطالع، حواليه بيكون ساركوبلازميك ريتيكولم. سمينا هاي هدول مع بعض اللي هي التي تيوبيول اللي حواليه ساركوبلازميك ريتيكولم سميناه ترياد. معناته ترياد هو عبارة عن ستركشر، هذا ستركشر متكون نتيجة انه انا عندي التي تيوبيول وحواليه ساركوبلازميك ريتيكولم. تمام، الساركوبلازميك ريتيكولم هاي كمان نحكي عنها ترنال سيسترنا، يعني بس اسم. تمام، اوكي، هلا هون شو بيحكي لنا؟ بقولنا انه الساركوبلازميك ريتيكولم، تمام، الموجود جوات الخلايا الهيكليه، ركزوا انه سكيليتال ماسلز، بتكون فيري ويل ديفلوب، يعني كتير مصممه بطريقه منيحه، اكيد يعني مصممه بطريقه منيحه، بس هون باكد على هذا الموضوع هلا بحكي ليش. شو بيكون وظيفتها؟ بتكون عامله ستورج للكالسيوم ايونز. تمام، رح نلاحظ انه تركيز الكالسيوم جواها 10^4، بينما برا بالساركوبلازم اللي هو السيتوبلازم يعني بيكون 10^7. وبرا يعني طلعوا ركزوا معي، في اول شيء جوا الاندوبلازميك ريتيكولم او الساركوبلازميك ريتيكولم، بعدين في بالسيتوبلازم، بعدين في اللي زي كانه برا الخليه كلها، فاللي برا الخليه كلها بيكون 10^3. اوكي، هلا وحكينا ايش يعني ساركومير. قلنا الساركومير هي الكونتراكتايل يونت اللي بتكون المسل، هي عبارة عن المسافة ما بين او يعني المنطقة المحصورة ما بين تو زد لاينز، يعني زد لاين والزد لاين اللي وراه مباشرة، طبعا المنطقة اللي بينهم اسمها ساركومير. اوكي، والساركومير فعليا لو بمسك يعني زي كأنه بقيسها بتطلع كتير صغيرة. تمام، تطلع بحدود only 2 micrometer، طبعا المايكرو 10^6، فكتير صغيرة رح تكون، ولكن كونه احنا على طول العضلة الواحدة في عنا thousands of sarcomeres، يعني كتير كتير sarcomeres، لو كل واحدة انقبضت واسرت، يعني كانت طويلة صارت اقصر، واللي جنبها كانت طويلة صارت اقصر، وهيك بنلاقي العضلة كلياتها رح بتصير ايش؟ اقصر. تمام، وقلنا هي مجموعة ساركومير، مجموعة من الفيلمنتس الخيوط، وبتكون الرينجد مرتبة، وهي الاشي اللي يعني الوحدة البنائية بالميوفيبريل. تمام، هلا الساركومير قلنا فيها يعني تو مين تايبز اوف فيلمنتس، النوعين الرئيسيين، ما قلنا النوعين الوحيدين، قلنا الرئيسيين، هم عبارة عن الثين فيلمنتس الخيوط الرفيعة، والثيك فيلمنتس بتكون سميكة او خميلة. اوكي، هلا هدول بيكونوا يعني بتعاونوا مع بعض، بيشتغلوا مع بعض تيعملوا شو؟ انه يخلوا الخليه تنقبض او تنبسط. اوكي، ف سوري اني بحكي كثير. اوكي، يعني طيب الثيك فيلمنت هو اللي بنحكي اسمه او مكون من بروتين اسمه مايوسين، بينما لا بس دقيقه، هلا لو بنطلع على الميوسين او بنطلع على الثيك فيلمنت اللي هو الخيط الخميل السميك، رح تلاحظوا انه في له تيل، مايوسين تيل، وفي له تو هيدز. اوكي، تمام، هلا بينما لو بروح على الثين فيلمنت اللي هو الخيط الرفيع وبكبر، يعني طلعوا على شكل الساركومير وكبروا شوفوا الخيط الرفيع، بتلاقوه متكون من اكثر من بروتين، بيكون متكون من 3 بروتينز فعليا. هذا الخيط الرفيع فيه بروتين الاكتين هو الميزر، يعني احنا لما بنجاب سيرة الثين فيلمنتس اول اشي بيخطر لنا الاكتين بروتين. تمام، بس في كمان بروتينين يعني هدول كيف نحكي عنهم،
يعني مش مبينين، مش كتير بنحكي عنهم، بس هلا رح نشرح شو وظيفتهم، اللي هم التروبونين والتروبومايوسين. تمام، هدول الثري بروتينز بيكونوا مرتبين مع بعض على شكل دبل هيليكس. دبل هيليكس يعني زي حلزوني، ودبل يعني مش سلك واحد اللي لافف، سلكين زي كأنه سلكين يعني جنب بعض لافين وعاملين دبل هيليكس. فشو الخيوط الثيك بتكون مايوسين اونلي، بينما الخيوط الثين بتكون اكتين تروبونين وتروبومايوسين. فمعناته احنا بنحكي سو يس وي هاف، كوني حكيت لكم ان الثين والثيك فيلمنتس هم الريسبونسبل، سوري على هاي الاصوات، الثين اند ثيك فيلمنتس they are the proteins which are responsible for the contraction of the myocyte او المايوفيبرل، يعني الخليه العضليه او المايوفيبرل مش فارقه. تمام، فمعناته انتم بتصيروا تحكوا يعني اربع بروتينز هم المسؤولين، اللي هم الاكتين والمايوسين والتروبونين والتروبومايوسين، صح؟ طيب هلا لو بدنا نيجي احنا نركز على الستراكشر تبعت السيركمين. هلا اتوقع في اخر المره الماضيه يمكن خربطت لكم اشي صغير عن الباندز، ايش هي الاي باند وايش الاي باند، بس اليوم انتبهوا على اللي راح احكيه يعني عشان نصحح الغلط تبع المره الماضيه. اوكي، هلا شوفوا الساركومير. الساركومير اول شيء في عنا، ركزوا معي، اول شيء الساركومير هي المنطقه المحصوره ما بين الزد لاينز، صح؟ قلنا تو زد لاينز ورا بعض مباشره، المنطقه المحصوره بينهم سميناها الساركومير. اوكي، هلا فيها منطقه اسمها A band. شو يعني منطقة A band؟ منطقة A band يعني المنطقة الموجودين فيها مين؟ الثيك فيلمنتس، يعني طول ما انت شايف في البروتين هذا اللي اسميك المايوسين اللي هو الخط اللي مش الخط شو اسمه الثيك فيلمنت، فانا بحكي عن A band. تمام، يعني شوفوا هون كبروا رسمة الساركومير او شوفوها يعني، اوكي، سواء المايوسين لحاله زي بالنص بالنص او لجاي امشوا شوي لليمين وللشمال بتلاقوا المايوسين صار يتداخل شوي فوقي وتحتي ايش الاكتين، يعني سواء لحاله او بلش الاكتين يتداخل معه، طالما المايوسين موجود او الثيك فيلمنتس موجودين فاحنا بنحكي في عنا شو، في عنا اي باند. اوكي، هلا اما الاي باند فهي المنطقه اللي رح يختفي فيها مين؟ رح يختفي فيها المايوسين، فعلى الاطراف، يعني شوفوا لما المايوسين ينتهي من جهه اليمين والمايوسين ينتهي من جهه اليسار، المنطقه اللي من حد ما انتهى لحد الزد لاين نحكي عنها اي باند. تمام، فهي بتكون لايتر يعني كلون فاتح، لونها اخف بيكون اللون، ليه؟ لانه هي بس مكونه من الثين فيلمنتس الخيوط الرفيعه، ما فيها ثيك فيلمنتس بالمره. تمام، وقلنا بيكون يمر فيها مين؟ الزد ديسكس. هلا الزد ديسكس هم نوع من انواع البروتين هدفهم موجودين اول اشي تيفصلوا كل ساركومير عن الساركومير الجنبيها. اوكي، هلا هون consist of thick and thin filaments، صراحة ما بعرف هاي المعلومة يعني انا ما حسها كثير صح، بس انتو اهم اشي اعرف شو يعني زد ديسكس، يعني لما حد يقولكم زد ديسكس او زد لاين تكونوا فاهمين شو يعني الاتش زون. هلا شوفوا نركز بهالشغله، شفتوا الاي باند، منطقه الاي باند اتفقنا اي منطقه موجود فيها ثيك فيلمنتس، وانا قلت لكم سواء الثيك فيلمنتس لحالهم او الثيك فيلمنتس متداخل معهم اكتين يعني فوقهم او تحتهم فبنحكي عنها اي باند. فبيكوز اوف ذات اجينا نقسم الاي باند، وشو صرنا نحكي؟ طيب انا بدي اقسم الاي باند لمنطقه ثانيه اسمها اتش زون واوفرلاب زون. كيف يعني؟ يعني هاي الاي باند في منطقه بس فيها شو؟ بس مايوسين، بس ثيك فيلمنتس، فهاي المنطقة أخذتها وقلت بدي أسميها اتش زون، والمنطقة اللي فيها مايوسين بس متداخل معه شوية أكتين رح أسميها الأوفرلاب زون، تمام؟ أو الزون أوف أوفرلابينج، يعني ما فرقت. سو هلا نعيد الترتيب، حكينا أول شيء أنا عندي منطقة اسمها أي باند، هاي المنطقة اللي موجود فيها خيوط المايوسين اللي هي ثيك فيلمنتس. صرنا نحكي بعقلنا، طب ما هدول خيوط المايوسين في مرة كانوا بالنص موجودين بس لحالهم، وفي شوي يعني امشوا عن النص شوي لليمين شوي لليسار صار يتداخل معهم الأكتين، قلنا بيكوز أوف ذات بدنا نقسم الأي باند إنتو تو ريجنز أو إنتو تو زونز. تمام، الزون الأولى سميناها الإتش زون اللي هي جاي بالنص اللي بس موجود فيها مين؟ مايوسين، معناته هاي المنطقة بتوقع كل ما دخل عليها أكتين، يعني تخلوا الأكتين من الأطراف عم بتحرك باتجاه الإتش زون رح تصير تقصر الإتش زون، ليه؟ لأنه أنا قلت شرط أسميها إتش زون ما يكون أكتين موجود، فكل ما بيقرب الأكتين كل ما الإتش زون رح تقصر أكتر وأكتر. بس دقيقة يمر هذا الإشي. تمام،
والمنطقة الثانية اللي اللهم صل على سيدنا محمد اللي بيتقاطع فيها الأكتين مع الميوسين، هلا كونه ميوسين موجود أكيد هي جزء من الأي باند، ولكن كونه أكتين وميوسين مع بعض رح نحكي عنها الزون أوف أوفرلابينج، معناته الأي باند مقسم لإتش زون وللزون أوف أوفرلابينج. هلا قلنا على الأطراف اللي مكان اللي ما في ميوسين بالمرة، ما في ثيك فيلمنتس، منطقة هيك بتطلع بتلاقي لونها فاتح لايت كالر، بيكون بس مين فيه بس thin filaments اللي هم أكتين. فشو رح نسميها؟ قلنا رح نسميها الآي باند، وقلنا الآي باند على أطرافها شو رح نلاحظ فيه؟ رح نلاحظ إنه فيه الزد لاين أو الزد ديسكس. أوكي، هلأ لو بدنا نطلع على الرسم اللي عنا رح نلاحظ إنه فيه زي هيك سلك، مش سلك أكيد يعني، بس أنا هيك بدي أشبهه، تمام، زي هيك سلك صغير مبلش من عند الزد ديسك رايح لحد وين؟ رايح لحد الزد ديسك اللي على الطرف الثاني، واثناء هو ماشي تلاقوه رابط الاكتين بالميوسين، صح ولا لا؟ شوفوا هذا لونه هيك بالرسم البي دي اف زي على سيلفر جاي او على سكني، تمام. فهلا هذا البروتين اذا ايش بيعمل؟ هو عم بيكون واصل بين الزد والزد ورابط زي ما حكينا ايش الثيك فيلمنتس بالثين فيلمنتس. بس دقيقة، فهذا بنحكي عنه البروتين تايتين، او هون كاتبين اسمه فكرة غلط، المهم ما علينا. هذا البروتين زي ما قلت لكم بوصل من الزد للزد، وبكون كمان هو اثناء مرور رابط الاكتين بالميوسين، وهذا البروتين كمان هو مش كونتراكتايل، يعني مش هدفه انه للانقباض والانبساط، ما جبنا سيرته لما حكينا عن كونتراكتايل بروتينز، وانما هدفه فقط زي التثبيت، يعني زي ستراكشر بروتين، يعني نعطي اساسات لهاي الساركومير عشان تكون ماسكه. اوكي، هو زي الزنبرك. ليه زي الزنبرك؟ منطقي انه هاي الخليه بالاخر بدها تنقبض وتنبسط، مزبوطش احط فيها اشي ريجيد، اشي كتير قاسي بحيث ما تقدر انها تتعامل معه، فلازم يكون هو الاستيك او يكون مرن. اوكي، بس شوي نرجع شوي للاتش زون اللي هي المنطقة هاي الجاي بالنص، ففي خط بالنص بروتين مارق فيها اسمه الام لاين. فالام لاين هو نوع من انواع السبورتنج بروتين، هو بروتين مارق بنص الاتش زون اللي هي نفسها نص الاي باند، وهدفه انه يثبت الثيك فيلمنتس مع بعض، وبالتالي برضه هو اشي للسبورت، اشي ميكانيكال، يعني اشي تيحافظ على الستركشر تبعت الساركومير، تمام. فزي ما حكينا قبل الميوسين فيه تيل وفيه تو هيدز. هلا هدول الهيدز بالوضع الطبيعي، يعني الهيدز تبعون الميوسين في عندهم على سطحهم ريجن، منطقه اسمها الاكتين بايندينج سايت، من الاسم شو يعني؟ ان هذا الميوسين في عليه مناطق يستطيع من خلالها يرتبط بالاكتين، وهذا الحكي منطقي. هلا بتشوفوا ليش؟ اوكي، تمام. هلا فلما يرتبط، هتخيلوا قلنا بيقدر يرتبط، فلما يرتبط هذا الميوسين من خلال الهيدز بالاكتين بصير في عنا يعني الكومبلكسات بسميه اكتوميوسين، مبينش يعني اكتوميوسين، ميوسين رابط معه ايش؟ اكتين. ولكن هلا بالوضع الطبيعي والخليه العضليه مرتاحه، الاكتين ما بيكون قادر يرتبط بالميوسين، يعني الميوسين زي كانه بحكي له ها هي البايندينج سايت تبعتي موجوده انه تعال ارتبط معي، ولكن بالريست يعني بوضع الريست ما بيكون قادر الاكتين يرتبط. اقول لكم ليش؟ لانه تتذكروا البروتين اللي قلت لكم اسمه تروبونين، قلت لكم رح نحكي عنه شوي، شو بيكون عامل التروبونين؟ هو والتروبومايسين بيكونوا ماسكين يعني ملزقين في بعض ورابطين على منطقة على الأكتين، هاي المنطقة يعني من خلال هالأكتين بيقدر يربط، تمام، فهم زي كأنه مسكرين هاي المنطقة، فالأكتين بيجي يربط مش ظابط، لا لأنه المنطقة اللي بيقدر يربط من خلالها مسكرة، فبيقدر الأكتين يربط بالميوسين بس بحالة واحدة، إنه هذا التروبونين والتروبومايوسين يزيحوا عن هاي المنطقة، فبتصير المنطقة عنده فري وبيقدر يروح يربط. يعني اعيد لكم اياها، يعني هذا الاكتين نفترض عليه منطقه صغيره هيك منطقه، تخيلوا يعني بيقدر من خلالها يروح يرتبط بمين؟ بالميوسين، تمام. ولكن بيجي على هاي المنطقه الصغيره بتلاقوا مين رابط بالوضع الطبيعي بالريستينج، يعني بيجي بيربط التروبونين والتروبومايوسين، ليه؟ تيمنعوا الاكتين انه يضل رابط طول الوقت بالميوسين، زي كانه مسكرين عليه. في حاله معينه اللي هي عند لما الخليه بدها تنقبض، وهلا بقول لكم كيف، التروبونين والتروبومايوسين ببعدوا او بلفوا بطريقه ما، فبتصير هاي المنطقه افيلبل، بتصير واضحه، بتصير مبينه، فبيجي الميوسين وبربط من خلالها.
تمام. فاذا بقول لكم نورمالي ات ريست بالوضع الراحه الطبيعي الاكتين ديز نوت بايند تو مايوسين، ما بيقدر ولا بيرتبط في المايوسين، لانه التروبونين از هايدنج، مخبي الاكتين بايندينج سايتس، مخبيها يعني مخبي المناطق تاعت الاكتين مخبيها عن مين؟ عن المايوسين عشان ما يثبت فيها. طيب هلا بيجي السؤال، طيب متى يعني متى بده الاكت التروبونين والتروبومايوسين يوسعوا ويخلي الاكتين يرتبط بالمايوسين؟ طيب بليز هلا تركزوا معي شوي. هلا قبل كنا نحكي في نيرف، وهذا النيرف عصب جاي على الخليه العضليه، بتتذكروا هذا الحكي؟ النيرف بيكون بالبدايه ماشي في اكشن بوتنشال، اذا بتتذكروا بوصل الاكشن بوتنشال لمنطقه التيرمينال، اتفقنا نتيجه وصوله لمنطقه التيرمينال راح يغير اللي هو التيرمينال تبعت النيرون النهايات، يعني راح يغير بالبوتنشال الموجود في منطقه التيرمينال. نتيجه تغيير البوتنشال قاعدة براجع لكم شوي، فركزوا معي، رح تفتح قنوات فولتج جيدد كالسيوم شانل، يعني قنوات رح تفتح بتدخل كالسيوم نتيجة انه تغير فرق الجهد وين؟ بمنطقة التيرمينال. تمام سوري. تمام. فلما يتغير فرق الجهد ويدخل الكالسيوم، قلنا الكالسيوم شو بروح بيعمل؟ بيكون في فيسيكلز جوات منطقة التيرمينالز، النهاية العصبية بيكون فيها فيسيكلز، هاي الفيسيكلز مخزنة نيرو ترانسميترز، بروح الكالسيوم وبصير يعني خلي هاي الفيسيكلز تعمل فيوجن مع الممبرين ويترمي النيرو ترانسميترز برا، صح ولا لا؟ وقلنا المنطقة ما بين النيرون والنيرون سميناها الكليفت إذا بتتذكروا. تمام. هلا المنطقة ما بين النيرون والخلية العصب العضلية سوري رح نسميها نيرو ماسكولار جانكشن. تمام. نيرو ماسكولار جانكشن منطقة، جانكشن يعني وصلة، نيرو ماسكولار يعني بين النيرون والمسل، وبالتالي نتيجة دخول الكالسيوم على التيرمينالز الفيسيكلز رح تعمل فيوجن مع الممبرين ورح ترمي النيرو ترانسميتر اللي هو في هاي الحالة أسيتيلكولين، ترميه وين؟ في المنطقة اللي هي الكليفت اللي هي النيرو ماسكولار جانكشن. لا هي المنطقة يعني شايفين هاي القصة كلها يعني بتصير، كيف بدي افهمكم؟ دقيقة، الفراغ عادي بضل اسمه كليفت، ولكن لما نحكي بعقلنا نقطة اتحاد المنطقة اللي بتحت فيها النيرون مع المصل هي اسمها النيرو ماسكولار جانكشن. اوكي تمام. فالمهم ما علينا ما تدققوا هالشيء، بصير ريليز للنيرو ترانسميترز جوات هذا الكليفت الفراغ. اوكي فبس يصير له ريليز وين رح يروح يربط؟ رح يرتبط على أسيتيلكولين ريسبتورز، مستقبلات أسيتيلكولين. تمام. وين بتكون موجودة؟ على سطح الخلية العضلية. فبيروح الأسيتيلكولين بيرتبط على الخلية العضلية. تمام. نتيجة ارتباطه بيطلع الريسبتور تبعه هو عبارة عن شو؟ عبارة عن صوديوم جيتد لايجند شانل. شو يعني هذا الحكي؟ يعني قناة صوديوم تفتح نتيجة لايجند. مين هو اللايجند في حالتنا؟ الأسيتيلكولين. يعني اجى الاسيتيلكولين ربط بهذا الريسبتور، ولا بالصدفة شو طلع؟ لا مش بالصدفة، يعني هو هيك بيطلع شو الريسبتور؟ قناة صوديوم. فبتفتح على طول قناة الصوديوم، بنفس القصة شرحناها قبل، بضل الصوديوم يدخل لعبل ما نصل لفولتج معين اللي هو الثريشولد، عندها فقط بصير اكشن بوتنشال، بتفتح الفولتج جيتد صوديوم وهاي القصة. تمام. يعني باختصار لما اجى الاسيتيلكولين فتح بالاول لايجند جيتد صوديوم تشانلز. طيب لما فتح اللايجند جيتد صوديوم تشانل ظل الصوديوم يدخل لبل ما اجبر الخليه العضليه يصير فيها اكشن بوتنشال وتفتح الفولتج جيتد تشانلز. اوكي طيب وشو استفدت انا من كل هذا الحكي وكيف رح تنقبض الخليه العضليه؟ هلا لما يصير اكشن بوتنشال جوات الخليه العضليه انا هذا اللي بهمني، اللي بهمني يصير اكشن بوتنشال. نتيجه صار اكشن بوتنشال نعرف اكيد رح يتغير فرق الجهد في هاي الخليه، صح؟ تمام. فنتيجة تغير فرق الجهد، هلا هذا الحكي وين بصير؟ اقولكم وين بصير اكثر اشي، بصير عند منطقة الترياد، الترياد اللي هي زي ما حكينا الانفاجينيشن تبعت الممبرين اللي هي الانحناءات، وهذا بالاخر ممبرين فعادي بصير فيها اكشن بوتنشال. والحلو انه هاي كان مجاور الها بالضبط اللي هي ساركوبلازميك ريتيكولم، وبالتالي فلما يصير فيها اكشن بوتنشال زي كانه الساركوبلازميك ريتيكولم اللي جنبها رح تنتبه والله صار في هون اكشن بوتنشال. فهمتوا شو الفكره؟ فلما تنتبه الساركوبلازميك ريتيكولم انه صار في عنا اكشن بوتنشال وتغير الفولتج بتروح بتطلع منها الكالسيوم جوات الخليه العضليه.
سو ارجع اعيدها. حكينا قبل انه هاي الخلية العضلية فيها اشي بنسميه ترياد. شو الترياد؟ قلنا الترياد زي كأنه الممبرين عامل انحناء جوا الخلية، وهاي الانحناء شو في جنبها؟ في جنبها ساركوبلازميك ريتيكولم، صح؟ صح. طيب شو الهدف يعني هذا الستركشر، شو الهدف منه يعني؟ ليش موجود؟ ليش ما يكون الممبرين هيك طبيعي عادي وساركوبلازميك ريتيكولم جوا وخلصنا؟ لا، الهدف منه انه لما يصير اكشن بوتنشال ويتغير فرق الجهد نخلي الساركوبلازميك ريتيكولم تنتبه. فلما تنتبه لانها هي ملزقه رح تكون بهاي الحاله بالممبرين، تنتبه وبتطلع الكالسيوم من جواها، اتفقنا؟ فصار هلا عندنا الساركوبلازم او السيتوبلازم الموجود فيه كالسيوم كتير لهلا، تمام؟ تمام. فبيروح هذا الكالسيوم شو رح يسوي؟ بيروح الكالسيوم وبمسك بالتروبونين، تذكروا التروبونين هذا اللي كان مسكر على الأكتين؟ يس، بمسك في التروبونين وبيجبره انه يلف. فلما يلف في التروبونين شو بتصير؟ بتصير الأكتين أكتين بايندينج سايت فري، تمام؟ او سوري مش الأكتين، اسمها الميوسين بايندينج سايت، يعني المنطقة اللي رح يربط فيها الميوسين. واصلا الميوسين في عليه أكتين بايندينج سايت اوريدي فري وافيلبل، فبرتبطوا مع بعض، تمام؟ فبهاي القصة الطرمة اللي حكيتها كلياتها بنقدر منها يعني نخلي الأكتين والميوسين يرتبطوا مع بعض. هلأ ممكن حد يجي يسأل، طب هو الكالسيوم أصلا يعني ماشي دخل على الخلية أوكي وطلع من الساركوبلازم ريتيكولم ودخل على السيتوبلازم أو الساركوبلازم، ليش الأكتين رح يرتبط بالكالسيوم؟ يعني سوري، ليش التروبونين رح يرتبط بالكالسيوم؟ التروبونين في عنده أفينيتي كتير عالية، ليتر اون رح تاخدوش يعني أفينيتي وهيك، بس عنده زي كأنه بيميل، بحب أكتر مين؟ بحب الكالسيوم أكتر بكتير ما يحب مين؟ الأكتين. فلما يشوف في كالسيوم بترك الأكتين ودايركتلي بروح يرتبط في مين؟ في الكالسيوم، تمام. فلما يرتبط في الكالسيوم الأكتين بتحرر وبنفك وبصير فري إنه يرتبط مع الميوسين، تمام. فهلأ شوفوا شو بصير لما الميوسين والأكتين يرتبطوا مع بعض. تخيلوا هذا الميوسين بيمسك خيط الأكتين وبشده لجوا، يعني بشده باتجاه الام لاين، تتذكروا خط الام بالنص؟ زي كأنه هذا، تخيلوا انه هذا الرأس او الهيد تبع الميوسين زي ايد، مسكت هذه الايد بمين؟ بخيط الأكتين وشدته باتجاه الام لاين، تمام؟ طيب هلا هون ممكن يجي اول اشي هاي الحركة رح نحكي عنها السلايدنج فيلمنت هايبوثيسيس، يعني الهايبوثيسيس تبعت السلايدنج يعني يتحركوا هيك فوق بعض، تمام؟ ليه؟ لانه الاكتين هون زي كأنه بصير يتحرك فوق الميوسين فبدخل لجوه وبتصغر الساركومير. فهون شارح الحكيت لكم اياه، تمام. When we form an actomyosin, they move inside. The myosin pulls the actin inward. بيسحب الثين فيلمنت inside. طبعا بعد ما يسحبه خلاص رح يفلت، رح يعمل detachment. تمام. ولما يعمل detachment زي كأنه تخيلوا الإيد شدت الأكتين لجوا، بترجع الإيد بتفلته، بترجع الإيد زي ما كانت بالأصل، تمسك بكمان إشي أكتين وبتشده كمان لجوا، وهكذا. أنتوا جربوا بإيدكم تفهموا علي، يعني خلي إيدك تمسك بإشي وتشده لجوا، بعدين ارجع رجع إيدك تمسك بإشي وتشده لجوا، بتزبط معكم، تمام. وطبعا بعمل هاي الحركة several times عبر ما يصير الكونتراكشن اللي بدي اياه. ما ننسى انا عم بشرح لكم على مستوى ساركومير واحدة، لكن هالحكي ما بصير على مستوى ساركومير واحدة، بصير على الساركومير زي على كل الميوفيبرال. حكينا الميوفيبرال فيه 1000، يعني مش 1000 انه كتير قصدي ساركومير، اذا كل واحدة رح تقصر والاكتين يدخل لجوا معناته انا بتوقع كل الميوفيبرال رح يقصر، وبالتالي كل العضلة رح تقصر ورح يصير فيها كونتراكشن. فهلا هون بقولك the movement of the actin، حركة الأكتين باتجاه الداخل بتأثير الميوسين، يعني الميوسين يمسك الأكتين ويشده، بعدين الميوسين رح يتركه، detachment اللي بيصير نحكي عنها power stroke، تمام؟ يعني هذا زي مصطلح مو أكتر. متى بحكي؟ إنه لما يمسك هذا، يجي هذا الميوسين يمسك بالأكتين يشده لجوا بعدين يفصل، بحكي power stroke عنه، تمام. هلا بيجي السؤال او مش السؤال، يعني ما بعرف خطر لكم ولا ما خطر لكم. طيب ماشي، هلا هم ربطوا يعني الاكتين والميوسين ربطوا، طب ليش الميوسين يعني الميوسين كيف قدر هيك يشد الاكتين لجوا؟ اكيد هالحكي بده طاقه، صح والله ولا لا؟ يعني كيف بده يمسكه ويشده بدون طاقه؟ هلا شو الفكره؟ احنا حكينا الوضع الطبيعي ان الميوسين ما بيكون رابط بالاكتين، ليه؟ لانه الاكتين مخبى،
بس الميوسين فعليا لازم يكون مهيئ حاله، لازم يكون موفر لحاله طاقه عشان انه لو اول ما الاكتين يصير فري او افيلبل يمسك فيه وينقبل. طيب معناته زي كأنه نفكر فيها، الميوسين لازم يكون شاحن حاله، حاطط في حاله طاقه. من وين بجيب هاي الطاقه؟ انا راح احكي لكم. الميوسين جوات الخليه طبعا احنا بنعرف مليان بيكون طاقه على شكل ATP، فبيروح كل راس ميوسين، يعني كل ميوسين هاد بيمسك له بجزيء ATP تمام، بيسحب الطاقه اللي فيه. فلما يسحب الطاقه هو بصير انرجايز، يعني انرجايز يعني كانه في طاقه، مشحون منشط اللي بدكم اياه سموه تمام. صار انه يعني زي كاني انا هلا قادر لو الاكتين ربط فيه اني اشده، بينما لو هو مش ساحب الطاقه من الاي تي بي هل رح يقدر يسوي هالحكي؟ لا تمام. فهلا هو اذا بالبدايه بجيب جزيء اي تي بي وبربطه فيه، ولكن طول ما الاي تي بي اسمه اي تي بي يعني زي كاني انا لسه ما سحبت الطاقه اللي فيها تمام، بس الميوسين هاد يسحب الطاقة من الـ ATP بتصير اسمها ADP زائد فوسفات تمام. هلا ما بعرف صراحة انا اخدت الميتابوليزم تبع الانرجي موليكيول ولا لا، يعني كيف هاد جزيء الطاقة بخزن طاقة وكيف بعت الطاقة وهيك ولا لا، بس اهم اشي هلا تلقطوا معي اذا هو ملزق فيه. يعني طلعوا على الرسمة، في جزء من هاي الرسمة بيكون الميوسين هاد رابط بـ ATP، هون لسه ما انشحن تمام، لسه الـ ATP طاقتها معها وهو ما انشحن، بس لما يسحب الطاقة من الـ ATP بتحول الـ ATP into ADP. فلما يصير ADP بنفهم اه والله انه الميوسين هاد جاب ATP وسحب طاقتها، ونتيجة انه سحب طاقتها اتحولت into ADP. فلما اشوف الميوسين هاد رابط في ADP بحكي عنه energized او يعني محفز تمام. فلما يصير هيك محفز هو خلص، هو هلأ ريدي، مجرد ما الأكتين يصير أفيلابل بربط في هالأكتين وهي الطاقة معه ومشحون وكل شيء وبشده للوسط تمام. يعني إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي. طبعا أي سؤال على حسابي بعتولي وبجاوبكم، ولو أعيد هاي 100 مرة عادي ما رح أزعل، فابعتوا عادي اسألوني أوكي. هيها بقولكم every power stroke، شو يعني power stroke؟ يعني هاي انه يمسك الميوسين الاكتين ويشده لجوا، شو بتحتاج؟ بتحتاج ATP. من وين بتيجي ATP؟ عادي ATP اي خلية فيها ATP، الميتوكوندريا اصلا وجودها بالخلية من اجل تصنيع ATP مولكيول، فلازم يكون في ATP. هون كاتبين النوت بس يعني مش كتير مهمة، بس احفظوها، انه بيكون الخلية العضلية بتخزن طاقة على شكل كرياتين فوسفيت، بس انه أنا صراحة مو حاساها كتير مهم، بس خليكم عارفينها. هذا الحكي برضو قلنا الكالسيوم ايونز رح تروح شو ترتبط بالتروبونين، ليه؟ لأنه التروبونين بس يشوف كالسيوم خلص ما بصدق، هو بحب كتير الكالسيوم، بيروح بيرتبط في الكالسيوم وبترك مين؟ بترك الأكتين، ولما يرتبط في الكالسيوم زي ما حكينا بلف، يعني بيبعد عن المنطقة اللي كان مغطيها، فبصير عنا السايتس تبعت الميوسين اللي بيقدر يرتبط فيها الميوسين بتصير uncovered، وذين الميوسين هيدز بترتبط كونها هي هلا مهيئة ومعها طاقة وكل شيء. هاي هذا حكينا انه يكون تشارد او هذا تمام. اوكي هنا شو اذا بحكي لكم، شوفوا عند سو ATP is very important for muscle contraction and relaxation. When they contract they stay contracted forming actomyosin and when they هلا بيجي السؤال، طب يعني ماشي هلا هو الميوسين مسك هالاكتين وشده لجوا، طب متى رح يفلت؟ يعني متى رح يرجع الميوسين زي ما كان بالاصل، يرجع ينفرد يبعد؟ متى بيرجع هيك؟ لما بيجي another molecule of ATP بيرتبط فيه. ليه؟ لانه لما يجي another molecule of ATP زي كأنه بحكي له يلا خلنا اشحنك مرة تانية، فبيرجع لوضعه الطبيعي عشان ينشحن مرة تانية ويمسك اكتين مرة جديدة ويسحبه. So هانا شو بحكي لكم، when they contract they stay contracted forming actomyosin. when the ATP لما يجي انا يعني احنا حكينا وهو مشحون بيكون رابط فيه خلاص ADP لانه انسحبت الطاقه، ولكن اذا اجى another molecule of ATP بده يرتبط في الميوسين على طول بفصل وبيرجع زي ما كان عشان يسحب الطاقه مع الATP.
اتفقنا؟ معناته لما اول شيء ترتبط لاول مره الاي تي بي هل هو بيكون مشحون ولا شيء؟ لا خلص ارتباط اي تي بي هيك عادي، ولكن لما تتحول الاي تي بي انتو اي دي بي بصير المايوسين هاد انرجايز، بصير شلون كاتبين عنها ري اورينتد، بصير تشارج، سموها اللي بدكم اياه ماشي، بس بحيث انه بصير زيك انه عنده طاقه قادر يمسك بالاكتين ويعمل له انقباض. طيب عمل له انقباض كيف رح يفك؟ بيجي انذر مولكيول اوف اي تي بي زي انه بيحكوا له يلا يلا فك، خليني ارجع اشحنك مره جديده وتسحب اكتين مره ثانيه، تمام؟ فمعناته انه يجي انذر مولكيول اوف اي تي بي هو اللي رح يساعد في الريلاكسيشن. هلا بتلاحظوا بافلام الجرائم او بروايات الجرائم وهيك انه كيف بيعرفوا انه هذا الواحد والله صار له 100 ساعتين صار له 100 كذا، بحسوه صح ولا لا؟ بحرارته كمان انه جسمه، فدائما بالغالب الجثث ايش بيكون جسمها متصلب صح، العضلات كلها هيك كتير كتير مشدوده. طب شو العلاقه بين انه الواحد مات وعضلاته منقبضه؟ يعني المفروض مات انه يكون ريلاكس صح ولا لا؟ ولكن شو اللي بيصير هون؟ اللي بيصير انه لما الواحد يموت ببطل جواته اي تي بي. مش احنا انا حكيت لكم هلا الاي تي بي هو اللي بيجي بيحكي للميوسين يلا لو سمحت ارجع لوضعك الطبيعي عشان اشحنه. طيب اذا الواحد مات يعني ما في اي تي بي، ما في اي تي بي معناته ما في اشي يجي يحكي للميوسين يلا فك عن الاكتين وارجع لوضعك الطبيعي اشحنك مره جديده، معناته ما في اشي يخلي الميوسين يعمل يعني فك عن الاكتين ويصير عندنا ريلاكسيشن. سو وين ديث اوكرز ذير ويل بي نو اي تي بي سو ذا ماسلز ويل ستي كونتراكتد، ذس از كولد الريجر مورتس. ما بعرف شو يعني الصراحه، بس انه المهم هاي اللي هي شو اسمها يعني زي التصلب اللي بيصير بسبب نقصان الاي تي بي، لانه زي ما قلنا الاي تي بي زي ما شحنت الميوسين هي كمان اللي رح تخليه يفك ويعمل ريلاكسيشن. فهذا بقول لك هو اللي بيستخدموه في الطب الشرعي علشان يحددوا قديش هذا بناء على قديش التصلب صاير، قديش الجريمه قال يعني مش شرط جريمه، قديش الوفاه صار لها صايره. تمام هلا بهاي الرسمه اللي كتير كبيره شرحت لكم اياها كلياتها كيف بيجي اكشن بوتنشال وكيف الكالسيوم بيطلع من جوات التيرمينالز بيطلع النيورو ترانسميترز، النيورو ترانسميترز تربط، قلت لكم قصه الترياد كل هذا الحكي ان شاء الله حكيته. وزي ما حكيت لكم اي سؤال انا جاهزه. تمام فهون كاتب لنا the muscle should be supplied by nerve بنسميه الموتور نيرون، موتور لانه بده يزود عضله هيكليه بتتحرك موتور حركي يعني. تمام كل موتور نيرون هلا تخيلوا النيرون شو باخره في كتير تيرمينالز، في له lot of terminals، كل تيرمينال بتكون واصله مع مين؟ مع فايبر واحد يعني مع خليه عضليه واحده، يعني التيرمينال هاي مع الخليه العضليه هاي والتيرمينال هاي مع الخليه العضليه هاي. ليش؟ زي كان عشان كل خلية عضلية تاخد اوامر بس من تيرمينال واحدة، بزبطش 20 تيرمينال يشتغلوا على نفس الخلية العضلية تتخربط زي كأنه. اوكي هيها هلا هون شو كاتب لكم؟ بقولكم السبيس او المنطقة اللي بصير فيها ساينابس ما بين الخلية العضلية والخلية العصبية، يعني العصب اللي جاي على الخلية العضلية، المنطقة هاي اللي هي الوصلة شو بنحكي عنها؟ نيرو ماسكيولار جانكشن. انا شرحين الاشي اللي صار لي ساعه بحكي فيه، طبعا تعبت انا بساتو اقرا لكم اياه مش مشكله. هلا بقولكم بيجي ستيمولس عن نيرون، فبصير جوات النيرون زي ما حكينا قبل اكشن بوتنشال، فبعدين بوصل الاكشن بوتنشال حكينا لوين؟ لمنطقه التيرمينالز، فبتفتح فولتج جيتد كالسيوم تشانلز، فالكالسيوم بيدخل جوا وبزيد الكالسيوم، فالفيسيكلز بتصير تتحرك وبتتحد تعمل فيوجن مع الممبرين وبتطلع نيرو ترانسميترز منها. قلنا النيرو ترانسميترز اللي بيشتغل على الخلايا العضليه او الهيكليه، سوري الهيكليه ركزوا معي، اللي هو الاسيتالكولين. في ناس بيحكوا اسيتالكولين في ناس بيحكوا اسيتالكولاين، فاحكوا اللي بدكم اياه. تمام فالاسيتالكولين بصير له ريليز نتيجه دخول الكالسيوم، فبيروح بعدين تبعوا على الرسمه كمان بساعدكم، بيرتبط بالريسبتورز الموجودين على الساركوليما يعني على غشاء الخليه العضليه، فبيطلع بالصدفه هذا الريسبتور زي ما قلت لكم هو لايجن جيتد تشانل، يعني قناه رح تفتح نتيجه ارتباط اشي، فمين اللي ارتبط هون؟ الاسيتالكولين، فرح تفتح القناه، فهاي القنوات لما تفتح رح يدخل مين؟ الصوديوم. الصوديوم هون رح يدخل ويبلش يعمل ديبولاريزيشن، عشان اتفقنا شو عند ديبولاريزيشن يعني بنقل الممبرين يعني بصير يحركه لسالبيه اقل. فطبعا هذا البوتنشال اتفقنا اسمه لوكال او جريدد، شو يعني لوكال او جريدد؟ يعني مش بسبب فولتج جيتد صوديوم تشانل.
تمام. هو اكسايتاتوري. ليش اكسايتاتوري؟ لانه عم يخلي الخليه تتجه نحو الثريشولد. قلنا اي شيء بيقربنا من الثريشولد يعني بشجعنا ان نعمل اكشن بوتنشال يعني اكسايتاتوري. اوكي. فنورمالي بعد نتيجه دخول الصوديوم بصير ينتقل الممبرين بوتنشال من وضعه الريستنج لحد الثريشولد، فبنوصل للثريشولد. بس نوصل للثريشولد بصير الاكشن بوتنشال اللي شرحت لكم اياه قبل كلياته. فلما يصير الاكشن بوتنشال بينتقل الاكشن بوتنشال بصير ينتقل عبر الساركوليما. اثناء انتقاله زي ما اتفقنا بمر في منطقه الترياد. اطلعوا على الرسم بتفهموا شو قصدي منطقه الترياد، اللي هي الانحناء اللي جوا الممبرين. لما يمر بهذا الانحناء، هذا الانحناء زي ما حكينا بيكون مجاور لشو؟ بيكون وين هذا؟ ايه تمام تمام فبيوصل لمنطقة التي تيوبيول اللي هو الترانسفيرس، هذا تيوبيول، فجنبه بيكون زي ما حكينا الساركوبلازميك ريتيكيولم. فنتيجة زي يعني بتنتقل الشحنات، يعني تخيلوا كهرباء هون رح تتأثر المنطقة جنبها اكيد. بيصير في انه اوبننج للكالسيوم تشانلز، لما يفتحوا بيطلعوا الكالسيوم جوات الساركوبلازم اللي هو زي كأنه السيتوبلازم تبع الخلية. طبعا خروج الكالسيوم بيكون with concentration gradient، ما بنتغلب. ليه؟ لانه قلنا الساركوبلازميك ريتيكولم تركيز الكالسيوم فيها اعلى بكتير من الساركوبلازم اللي هو زي كانه السيتوبلازم. فلما يطلع الكالسيوم، الكالسيوم بيروح بيرتبط في التروبونين، فبيحكي له يلا، يعني هو بحب التروبونين انه بحب الكالسيوم، فبيرتبطوا ببعض فبلف في التروبونين. نتيجة انه لف ايش بصير؟ المايوسين بيقدر يرتبط في البايندينج سايتس تبعت الاكتين، وبتتحرك الفيلمنت لجوا. لما تتحرك الفيلمنت لجوا بصير في عنا كونتراكشن. هلا بس شغله صغيره هلا خطرت لي، يمكن انه هيك يعني الاشي اللي بصير مش كتير خاطر لكم او مش قادرين تتخيلوه. فاذا هيك حاسين فوتوا بسرعه على اليوتيوب واكتبوا مسل كونتراكشن بس، تمام؟ او لا مش ميكانيزم لا يطلع شرح، اكتبوا مثلا كونتراكشن وحاولوا، بيكون مبين بالفيديوهات، نقوا فيديو تحسوا يعني بفرجيكم زي انيميشن، انيميشن انه كيف بصير. فعن جد رح تعلق في مخكم وما رح تنسوها ابدا. تمام. هون كمان بحكي لكم الاريا اللي بتوصل ما بين النيرون والمسل، احنا كان قبل اسمها نيرو ماسكولار جنكشن، لها كمان اسم موتور انديبليت، تمام؟ يعني بليت يعني زي المنطقة اللي اند يعني الموتور نيرون بنتهي فيها، فهمتوا كيف؟ موتور اند بليت. وزي ما حكينا قبل، رح اضل احكي زي ما حكينا. المهم فور ريلاكسيشن تو اوكير الكالسيوم لا هاي ما حكيناها سوري. تمام. بس هلا ممكن حد يخطر له، طيب ما هو طول ما كمان الكالسيوم موجود، طب يعني قولوا قصة المايوسين وانه منحني وهيك رح تنحل بسبب وجود ATP. الATP بيجي بيرتبط على المايوسين بحكي له يلا ارجع لوضعك الطبيعي، بيرجعوا بشحنوا مرة تانية. طيب الاكتين شو رح يرجعوا لوضعه الطبيعي؟ ما هلا التروبونين فك عن الاكتين ورابط بمين؟ بالكالسيوم. اللي بصير انه نحكي خلص الكالسيوم والله يسلم ايديك وانت اشتغلت وساهمت في الكونتراكشن خلص شغلك. فبيجي هون دور مضخة اكتف ترانسبورت رح تشتغل. ليش اكتف؟ هلا بتفهموا انه هي رح تمسك كل الكالسيوم هذا اللي بالسيتوبلازم منتشر وترجعه محله جوة السيتوبلازميك ريتيكولم. بيجي حد بيقول طيب يعني ليش تكون اكتف؟ يعني اكتف يعني بدها طاقة. بقول له لانه ما تنسى انه السيتوبلازميك ريتيكولم تركيز الكالسيوم كتير كبير مقارنة بالسيتوبلازم، وبالتالي انا بدي امسك الكالسيوم وانقله بعكس فرق التركيز، يعني ما عم بطلعه انا من جوا هاي الشبكة لبرا، وانما بالعكس عم بدخل بزيادة عليها، فعم بنقل بعكس فرق التركيز. فاكيد يكون عندي مضخة، وهاي المضخة تحتاج لطاقة تتعمل هالحركة، وبالتالي لما هاي المضخة تشتغل وتدخل الكالسيوم كلياته من الساركوبلازم انتو الساركوبلازم كريتيكولم، اللي بيصير انه شو؟ رح يقل كتير كتير تركيزه جوات الساركوبلازم اللي هو السيتوبلازم، التروبونين رح يبطل ملاقي كالسيوم يرتبط فيه وهيك، فبرجع لوضعه الطبيعي وبرجع بمسك بالمايوسين بايندينج سايتس الموجودين على خيوط الاكتين. تمام. اخ يا ربي. فممكن احيانا انا بدي هاي الخليه تشتغل مثلا تطور، بدي اياها تضلها عامله كونتراكشن، شو بسوي؟ شايفين لي هاي البمب، سوري، هاي البمب اللي هي اللي بتضخ الكالسيوم بترجعه محله عشان نوقف الكونتراكشن، نيجي بنعطي عليها بلوكر، صح؟ فلما اعطي عليها بلوكر لهاي البمب زي كاني بحكي للكالسيوم يلا ضلك جوات السيركوبلازم للوقت اللي بدك اياه، وبالتالي بخلي الكونتراكشن يصير لمده اطول. اوكي
هلا ممكن احيانا انه الكالسيوم يضل لمده كتير كبيره جوات الساركوبلازم، يضل صاير كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن، فبصير عند الواحد تيتانوس زي مرض الكزاز. والله مو متاكده التيتانوس بس اتوقع الكزاز، وبكون واحد كتير كتير متصلب، يعني عضلاته كتير كتير مشدوده نتيجه شو انه الكالسيوم ما عم يرجع لوضعه الطبيعي. طبعا انا جد اسفه، ما بعرف سامعين الاغاني ولا لا، بس واحد برا ومشغل اغاني، سوري. اوكي، فهلا بيجي السؤال، هل ايش هو الرابط ما بين وصول الاكشن بوتنشال وانه يصير كونتراكشن؟ يعني هل شرط انه اجى اكشن بوتنشال انه يصير كونتراكشن؟ هون بنحكي الرابط هو الكالسيوم. ليه؟ لان الاكشن بوتنشال نتيجه انه اجى، شو اللي صار؟ صار في كالسيوم، والكالسيوم هو اللي ساهم في عمليه الكونتراكشن. وبالتالي لو بفترض مثلا يعني انه هاي الخليه العضليه ما فيها كالسيوم، اجى اكشن بوتنشال، لو اجى وضله لتاني يوم انا ما رح اتوقع انه هالخلية يصير فيها كونتراكشن، سنس ما في كالسيوم يساعد في الكونتراكشن. معناته الكالسيوم هو الكابلر، كابلر يعني بعمل كابلينج، بربط بين شغلتين اللي هم الاكسايتيشن والكونتراكشن. معناته لما يحكي لكم الدكتور شو هو اللي بربط، شو الكابلر ما بين عملية الاكسايتيشن يعني وصول الاكشن بوتنشال والكونتراكشن، بصير نحكي الكالسيوم ايون از ذا كابلر. اوكي، هلا كالسيوم فانكشنز انسايد ذا بودي، طبعا اكيد بالمسل كونتراكشن، اكيد حكينا بالريليز اوف نيوروترانسميترز، ليتر اون رح تاخذوا دور الكالسيوم بالكواجيليشن اوف بلاد، تخثر الدم. تمام، وعيون شو كاتب لكم؟ بقول لكم الكالسيوم از فيري امبورتنت فور ذا هارت ماسلز فور اور لايفز. تمام، when we talk about calcium we mean طبعا اللي هون انا طول ما بحكي كالسيوم 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 نحكي عن ايونات الكالسيوم، مثلا مش ملح كالسيوم ولا اشي. اوكي، ايونيك كالسيوم. ليه؟ لانه مثلا الكالسيوم الموجود في البلاد في البون في البروتين، استنى اشوف هون، بالله مو متأكدة الصراحة بالبلاد ايونيك ولا مش ايونيك، بس هلا يتأكدوا انه مثلا الموجود بالعظام يعني بالبونز مش ايونيك كالسيوم. اوكي، فباختصار مفيد انا اللي بشرح عنه هون هو ايونيك كالسيوم، بس هذه هي الشغلة. وهون برجع باكد انه عملية البامبينج اللي بتصير للكالسيوم ايونز وترجعهم على الساركوبلازميك ريتيكولم، قلنا اول شيء بامبينج يعني منضخ، بعكس فرق التركيز تحتاج لطاقة اكتف ترانسبورت. تمام، وهاي بتساعد في الريلاكسيشن. اوكي، وشرحناها قبل وقلنا بعدين شو بصير، انه التروبونين والتروبومايوسين بيرجعوا باك زي ما كانوا، فبيعملوا بلوكينج على المايوسين بايندينج سايتس الموجودين على الاكتين، على الاكتين بس. فمعناته اذا الكالسيوم كان كتير elevated، elevation of calcium means contraction، بينما الديبليشن، الديبليشن او الديكريز يعني انه يقل الكالسيوم، شو رح يصير عنا؟ relaxation. هون رجع يحكي انه في النيرو ماسكولار جانكشن بالكونكشن ما بين الموتور نيورونز والموسل، بصير في عندنا ريليز للاستيلكولين، استيلكولين بيطلع بيرتبط في الريسبتور، بتفتح قنوات الصوديوم اللي بالاول تكون نوعها لاجن، ليتر اون بتفتح الفولتج، بصير اكشن بوتنشال، بصير السيناريو اللي حكيناه قبل. هلا هون في زي كومباريزن صغير، يعني مقارنة ما بين الكارديك ماسلز والسكيليتال ماسلز، عضلات القلبية والعضلات الهيكلية. لا اذا بتتذكروا حكينا بوث كانوا استرياتد يعني مخططات نتيجة وجود الاكتين والمايوسين، ولكن مثلا هون نميز انه العضلات الهيكلية اذا بتتذكروا قبل شوي لما شرحنا على الساركوبلازميك ريتيكولم اللي فيهم، صرت اقولكم ويل ديفلوبد كتير مطورة بطريقة منيحة، قلتلكم اتذكري هاي المعلومة. ليه؟ لانه هلا هاي الساركوبلازميك ريتيكولم بيكون فيها كمية كالسيوم كتير ممتازة، بحيث مجرد الريليز الها من الساركوبلازميك ريتيكولم للسايكوبلازم يعني اللي هو السايتوبلازم، عادي الكمية اللي بتطلع بتساعد في الكونتراكشن. ولكن في العضلات القلبية بالعكس، هاي الساركوبلازميك ريتيكولم ما بتكون كتير ويل ديفلوب، يعني ما بتكون هالقد مخزنة كالسيوم، وبالتالي كمية الكالسيوم اللي بتطلع منها مو كافية بالعضلة القلبية انها تعمل كونتراكشن. طب والحل؟ فبصير الكالسيوم بيجي من مصدرين، مصدر من جوا الخلية اللي هي الساركوبلازميك ريتيكولم، وبصير كمان من برا الخلية يدخل جواها. يعني هاي السيتوبلازم من وين بيجي الكالسيوم؟ من برا الخلية، من الاكسترا سيلولر انترا سيلولر بيدخل، ومن جوا الساركوبلازميك ريتيكولم يطلع على الساركوبلازم. تمام، اوكي. تاني شغلة بحكي لكم انه العضلة القلبية الكاردياك مسل فيها كتير 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 ميتوكوندريا اكتر من السكيلتال مسل. قبل شوي برضو ما بعرف دققتوا ولا ما دققتوا على حكايته،
انه انا قلت لكم انه الميتوكوندريا هي اللي بتصنع لي الاي تي بي. طيب شو الاي تي بي؟ قلنا الاي تي بي يعني الطاقه، وقلنا ما بيصير كونتراكشن بدون طاقه. طيب وشو يعني هالحكي؟ بدنا نتذكر انه العضلات السكيليتال الهيكليه مو دائما شغاله، يعني لما الواحد ينام في عضلات هيكليه شغاله، انت بتكون تتحرك وانت نايم وتكتب وتشتغل اكيد لا، تكون ريلاكس. طيب شو اللي رح يضل شغال وانت نايم؟ القلب. معناته انا بتوقع القلب رح يضل كونتراكشن، يعمل كونتراكشن طول الوقت، سو بده طاقه اكثر بكثير من اللي بتحتاجها العضلات الهيكليه لانها ما عم تشتغل طول الوقت. فبالتالي بتوقع مصنع الطاقه وين رح يكون اكثر؟ في العضلات القلبيه اللي هي الكاردياك مسل. فهون نيجي للنقطه الثانيه، انه الكاردياك مسل فيها الاتوف ميتوكوندريا بينما السكيليتال فيها اقل، وقلنا ليش. ثالث شغله وهي بس بتذكر لما قلت لكم المسل فايبر او الميوسايت الخلية العضلية نفس الاشي، روحوا على اي رسمة مسل فايبر وشوفوا تلاقوا فيه عليه اكتر من نواع، يعني بتلاقوا السكيليتال مسلز عليها كتير انواع. هاي بس اشي بيميزها يعني، بس مش هالاشي المهم. اوكي هلا هون دقيقة، بالله تيتيوبيور ان السكيليتال مسل they occur in my filament. هلا بقولكم بالسكيليتال ماسلز تمام، رح تلاحظوا تذكر مناطق الاي باند اللي هي بس فيها خيوط رفيعه، بكل اي باند رح تلاحظوا فيه هذا التي تيوبيول وهذا الانفاجينيشن اللي حواليه ساركوبلازميك ريتيكولم. كل اي باند في رح يكون ايش؟ في رح يكون تي تيوبيول، معناته بتوقع بالساركومير الوحده جوات السكيليتال ماسل كونه في عندي تو اي باند رح يكون في عندنا تو تي تيوبيولز. بينما بالكاردياك ماسل لا، بقول لك لا، بيكون بس في عندك شو؟ عند الزد لاين. ما هو الزد لاين بيكون عند بداية الساركومير، والزد لاين الوراء رح يكون بداية الساركومير الوراء، وهكذا فقط عند كل زد لاين. فوين معناته في تيتيوبيولز اكتر؟ بالسكيليتال ماسلز تمام. بقولكم والتيتيوبيول الموجود في الخلايا او في الكاردياك ماسل في العضلات القلبية بيكون قصير بس عريض، يعني قصير بس عريض، بينما في العضلات الهيكلية بيكون طويل ونحيف. اوكي يعني هاي اشي حفظ بينكم، الله حفظوها. اوكي هلا هون لازم نتذكر انه السموث ماسلز العضلات الملساء كانت مش سترييتد، مش مخططه، وقلنا ليه؟ لانه فيها اكتين مميزين بس كانوا هيك مخربطين، يعني مو هيك مرتبين بارلل تو ايتش اذر متوازيين وعاملين الخطوط مرتبه. اوكي يعني هاي ما كانوا arranged، they are not arranged in a good sequence. In the skeletal muscle بالعكس الأكتين والميوسين بيكونوا linear، بيكونوا parallel تمام، but in the cardiac muscle actin and myosin are not linear. بس بيكونوا العضلات هلا ما بيكونوا خطيات، بس بيكونوا يعني بيكون منظرها من برا استرييتد تمام. والله هون حاسة في اشي كمان انا مش متأكدة من المعلومة اللي هون، انه احنا حكينا قبل اذا بتتذكروا انه عضلات القلب مخططة، فمنتشور من هاي المعلومة. إذا في عندكم سلايد بليز تأكدوا منها تمام. إذا هون رجع بيراجع لنا إنه إحنا في عنا بيكون thin filaments و thick filaments، وقلنا thick هي بس ما يصير، بينما thin بيكونوا زي double helix يعني السلكين لفين حوالين بعض، فتذك إنه two thin filaments. فهمتوا من وين أجت two؟ يعني إنه هو مش إشي واحد ولف، لا إشيين لفين على بعض، ما هم لفين التنين على بعض عاملين لي خط. بنحكي عن الثين فيلمنت، هنا في ريفيو صغيره شو يعني الساركومير، هي الديستنس ما بين كل تو زد لاينز، وهي هي اللهم صل على سيدنا محمد الكونتراكتايل يونت تمام، ومكونه من فيلمنتس. الاي باند هي المنطقه الدارك سواء فيها تداخل او فيش فيها تداخل، الاي باند اللي هي لايت تمام، اتش زون هي المنطقه من الاي ولكن اونلي فيها دارك او اونلي فيها ثيك فيلمنتس. هذا زي اللي كنت اشرح لكم اياه قبل، وين ذا ماسل كونتراكت بنتوقع الاي باند ايش رح تصير، رح تقصر ولا رح تطول؟ اكيد رح يتغير، رح تقصر تمام. الاي باند المنطقه اللي بس فيها ثن، هلا احنا نتخيل انه الاكتين عم يدخل لجوا، فزي كانه طوله عم يقصر صح، زي ما حكيت لكم انتم كمان عم تتخيلوا كتير معي، بس شوفوا جد فيديو رح تفهموا عن جد كيف الاي باند رح تقصر اذا الاكتين دخل لجوا. طبعا الاي باند ما رح تتأثر لانه الاي باند هي المنطقه الموجود فيها الميوسين، الميوسين مش رح يصير له اشي فرح يضل نفس ما هو، لكن الاتش زون المنطقه اللي اونلي فيها ميوسين ما رح يضل اونلي فيها ميوسين لانه الاكتين كله عم يدخل باتجاه، فرح تقصر كمان وممكن تختفي اذا العضله انقبضت على الاخر. اوكي
هون اجى بحكي لنا عن انواع البروتينز، في كونتراكتايل وفي ريجيلاتوري وفي ستراكشرال. الكونتراكتايل بروتينز هم المسؤولين عن انه يعطوني كونتراكشن، مايوسين، اكتين، تروبوميوسين وتروبونين، حكينا عنهم هدول. وتروبونين بقولكم في منه انواع، في منه تي وفي منه سي وفي منه ام، يعني they're not very important بس يعني هيك. هلا في بقولكم another type of proteins يعني برضو بساعد في الكونتراكشن، ولكن ما رح نجيب سيرته لانه يعني هو بالسموث muscles بالعضلات المنساء، واحنا هنا مش كتير عم نشرح عنهم، تمام. هذا هو الكالموديولين اسمه. الكالموديولين ما عندنا تروبونين وانما عندنا كالموديولين، تمام. هو المسؤول عن يعني هو زي بينظم الكالسيوم، كيف كان التروبونين بينظم الكالسيوم، هون الكالموديولين. الريجليتوري بروتينز هم تنظيميات، يعني هلا بشجعوا العمليه، هلا ببطئوها، هلا بوقفوها، هلا بشغلوها، وهكذا. ستراكشرال زي مثلا التايتين اللي حكينا عنه قبل، زي البروتين المكون الام لاين، زي البروتينز المكون الزد ديسك، هاي كلها مش لها علاقه بالكونتراكشن بقدر ما لها علاقه باعطاء ستراكشر والاستيسيتي واكستنسيبيليتي للعضله. اذا نسيت شيء يعني الاستيسيتي واكستنسيبيليتي تذكروهم. هنا على فكرة كل مرة هم عم يكتبوا اسم البروتين شكل هون تايتان، هناك تيتيان، هنا انا بتذكر اسمه تايتين بس مش متأكدة. المهم هذا البروتين زي ما قلنا هو كتير مهم، بعد يعني بيجي اهميته بعد الاكتين والمايوسين، منتقل من زد لاين لزد لاين، بيكون زي الزنبرك بس عشان يعطي الاستيسيتي للخلية، انه اذا انقبضت يقدر يدخل لجوا، او اذا ارتاحت يقدر يطلع، يعني ينشاد ما يكون زي الحجر هيك، تمام. اوكي هلا في بس شغله صغيره 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 نحكيها ونخلص ان شاء الله، اللي هو بروتين اسمه ديستروفين. هلا في مرض اسمه ديستروفي او مش مرض يعني كيس حاله بصير في ديستروفي في الماسلز، ماسل ديستروفي. شو يعني؟ يعني هون الماسلز ولا قادر تعمل كونتراكشن ولا ايش، ما عم يصير فيها كونتراكشن، تمام. وهذا بالغالب الماسل ديستروفي بيكون هو جينيتك ديسيز، مرض جيني وبيظهر يعني لاحقا في الحياه. بهذا المرض رح تلاحظوا وجود بروتين جديد اسمه ديستروفين. فالديستروفين اذا هو عباره عن بروتين موجود في سيرتن ابنورمال، هاي الكلمه اتوقع كيسز بدون الاي، شيلوا الاي، تمام. سوري تمام، كيسز في المسل بحكينا بصير عندنا ماسل ديستروفي، ابنورمال ماسل ستراكشر، والمسل بتكون انيبل تو كونتراكت. يوجوالي جينيتك ديسيز بيظهر ليتر اون في اللايف، تمام. هلا هيك ان شاء الله بنكون خلصنا ليكتشر 6. اي نو انها شويه يعني ما بدنا نحكي زنخه بس فيها تفاصيل، ف يعني بليز درسوها كتير منيح، وبرجع بحكي اي سؤال انا جاهزه بعتولي على الماسنجر، ويعطيكم الف عافيه.